اللذان هما في أسفل الطابق الذي تعرض لهذا الاعتداء. نلاحظ بأن معظم أيضا المنطقة لم يتم الوصول إلى معلومات محددة إن كان هناك تفاقم في حالتهم الصحية، إن كان هناك أي حالات وفاة أو استشهاد، ولا نعلم إلى هذه اللحظة. نحن نركز هنا في التغطية على هذا الحي السكني، ولكن على ما يبدو تم إخراج الأطفال من الصفوف التي هي قبالتنا مباشرة مباشرة نحو الجهة الجنوبية، يعني بعكس منطقة الأطفال مباشرة إلى الجهة الجنوبية تحسبا لا سمح الله، لأن شدة الانفجار في هذه النقطة تحديدا أدت إلى تأثير على المجال المحيط بالعموم. وأتحدث وطفل، وهنا نتحدث عن جرحى، لم نستطع أن نصل إلى معلومات دقيقة عن الحالة الصحية للذين. عندما نتحدث عن 3 إلى 4 صواريخ، يعني نحن لا نتحدث عن صاروخ، لا نتحدث يعني عن تنفيذ عدوان محدد بصاروخ محدد، نحن نتحدث عن عدد